في دار حبيبه مسيكه، اسمها دار حبيبه مسيكه، دار ليهو ميموني، دار اليهود، دار ثقافه، دار ثقافه ابراهيم الرياح، وتوا مكتبه عموميه فهمت مؤقتا. يقول القائل هل سامي هذه الكل وهل وعلاش وكيفاش؟ ومنا نعرفوها دار حبيبه مسيكه. حبيبه مسيكه ساعه شكون؟ نبدو بشوي بشوي نفصلوا فيه. حبيبه مسيكه اسمها مارغريت، كي تولدت ولدت في تستور، بقات 10 سنين تقريبا لين وصلت نقولوا نحن للخامسه ولا للسادسه ابتدائي. اما هي وقتها ما قراتش. وقتاش تولدت؟ ياسر عباد يقولوا 1903 مثل بورقيبه. وناس اخرين يقولوا لا قبل ب 10 سنين 1893. وظهر لي هذه الاساس. لانه وقت اللي هزتها خالتها ليلى سفز كانت مطربه، هزتها من تستور معاها الى تونس، وقتها عندها برشا مميزات يا جماعه، سبحان الرب العظيم كيفاش يخلق في الانسان اشياء تحفظ من سماع واحد، تسمع لك جمله تعاودها، تسمع لك نص تعاود، تسمع لك تقرا لها كتاب تعاود. قوه اعطاها لها ربي من عنده. فتعاود الغناء اللي تسمعه بنفس اتقان او الاخطاء. واستغلوها في تونس من بعد في التمثيليات والروايات لانها تحفظ فيسع. هو يحب له الانسان يقعد يعاود ويعاود، وحتى هي في لحظه تعاودها. بل يا جماعه تو تشوفوا بعض التصاور اللي مثلت راجل. ليغلون، ليغلون هو ولد فرخ النسر، ولد النسر اجل وتولي ايغلون. مثل تراجل لانه يتكلم ياسر، ما ينجم يحفظ دوره كان واحده كيما حبيبه مسيك. هوني بين قوسين ليغلون هذيك اللي قاعد على الكرسي. بعد نشوفوها. سي لالا حبيبه مسيك ترتاح عليها خالتها في الحفلات في تونس، تقول اقدم لكم المطربه الشابه فلانه الفلانيه. فتغني حتى ترتاح خالتها وترجع لها النفس، ترجع هي تغني. كبرت ولوا الناس مستغنين على خالتها، اعطينا حبيبه. ونصلي على النبي مزيانة، كانت تمثل وتغني وترقص، ثلاثه حاجات هذوما متكامله. بدات تكبر بشويه بشويه. سي ليهو هذايا اللي بنى لها الدار هذيا يهودي. ليهو ليهو معناها الله. ونعطيكم تفسير صغير ايش عندنا فيه. نتنياهو معناها عطية الله. كان نتنياهو اللي وهو اللي ياهو يعني كيما نقولوا عبد الله. سي عاد سي ليهو لهنا متزوج وعنده زوز بنات وزوز اولاد كبار، وداره هذه اللي بجنب بالدار هذه، وهذه كانت خربة حاشاكم. فقالت له ابني لي دار، من تزوجك الا ما تبني لي دار في تونس، والا اذا كانت تحب في تسور يلزم برشا شروط. وبدات تشرط. فبنى لها الدار هذه. اول شرط انه الخربه هذه هي اللي تولي دار. علاش يا جماعه والنساء ديما تفهموني اكثر. الرجال يفهموا اما بعد شوي. مش على خاطر مش متدربين على هذا. ما يضر من هنا. كي مش تجي هي ما مش تعارك هي والضر، مش تهز روحها وتغضب وتمشي لتونس هاي بطلت، تو ترتاح منه ومده سور ثلاثة أربعة شهور ومن بعد تجي هاي رضاها وكذا ترجع جميعتين وعارك أخرى وتهبط الضرة. أوروزمون تو ما عادش عندها ضرة. باه مالا اختارت البقعة هذه. يا بنتي صغيرة نعملوا بقعة أخرى قصر وضاد. لا لا نحب هذه. وشروط الأخرى قالت له نحب العروسه هذوما يجيو من ايطاليا اللي في السقيفه برك، الخطر جوي دين ورخام. تونس تصدر في الرخام لايطاليا ولاسبانيا. هي قالت له لا يرجعوا لهنا. اللي في السقيفه واللي في الصدار مختلفين عليهم، اما يجوا من اسبانيا. هذه ايطاليا وهذه اسبانيا. اسبانيا كانت تشري من عندنا وتبيع لامريكا. واشنطن يا جماعه 80% وثبتوا فيها في جوجل، شيخ جوجل هذاك هو مشكوك فيه شويه، اما
الاخرى يلقى في حاجه. 80% من رخام واشنطن من تونس عن طريق اسبانيا، 80% جدي بيها. وبالطبيعه مش مفسر عليه شو واحد، اما نعمل عليكم ان ابحث مالا يا سيدي. العروس الاربعه اللي في التراكم فقط هذوكم اللي شرط عليهم البني، اللي الاربعه اللي في التراكم، لانه هذوك مش يستند عليهم العباد اللي كيفنا. هاي ما شنو انا شرط، ويستند عليها البنيه الكل. لكن ثبتوا يا جماعه في الشابيتو في اللي موجود فوق العرسه، مش فما هلال نتاع المسلمين معاود برشا مرات؟ هي دار يهود في هلال تاع المسلمين، مش نجم داوود زاد في السمعه برا رجع تفهم الدوخ. ودي يقول لك يجي الدوخ ما يخلوكش. اشكال مالا هانو كي فما اللي لز يقول لك لا ويهود ومسلمين واحد. سيدي مالا هانو المسلمين به بعد الشروط هذيا مازال ما مش نعملوا زليز والفيونس في الحيوط الاخ، لا نحب الصداه السقيفه هذيا عندها زينه متفرده ما كيفهاش في الجمهوريه. توا والجمهوريه ما قبل المملكه، والصدار يختلف عليه، والبيت هذيك يختلف عليهم اثنين، والثلاثه هذوما البيت والصدار والسقيفه يختلفوا على الرابعه البيت هذيك. لا والارضيه يلزم كلها رخام، راهو في الوقت هذاك قطعه رخام راهي تغني عائله مش كاكا وبرا خرج. لا واكثر من هكا، اللي في البقعة الصغيرة كبار، واللي في البقعة الكبيرة سخيفة ولا صدار زايري، وما يجوش ورا بعضهم الينيين. لا لا يجيو اون دياغونال، يعني المرأة تشرط وتعاود. هما راهو جماعة اللي معاها الغاديكا اشرطي باش يتطور، راهو باش حابة تتزوج. واو نقول لكم الرسم في الاخر قالت له نسينا 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 ما عملناش ماجل. قلت اش نعملوا به الماجل في تستور؟ ثلاثة أودية وخمسين بير في السواني، جاب لها لقام الكل شيء. قالت الماجل هو الكل، واللي يطيح هذا الكل ويعمل الماجل، والكل رخام اللي تحت صدى. أنا الفم نتاعو من غادي هذاك فمه، وفما الرخام زاد فم رخام يا جماعة شرطت وعاودوا. يعني رخام داير هكا ومن السقف ومن الارض كله رخام. شبابك هذوك تحب شبابك زاد مصبوبين صبة مش اي، وشبابك اللي في البيوت اي في الاخر قالت له جيب لي الماء من زغوان. هيا قال هذه واحد باهي الفلوس كاينه، كان يا جماعه يسلف الجيش الفرنساوي الحكومه الفرنساويه والبي، كان يكيل في فلوس ويحكوا ما خلطش عليه في طابوريه لهنا، ويبدا يكيل في فلوسه بالقلبه، لانه ما كانش الفلوس بالليبيي وما كانش الشيكات معدنيه كانت تذهب فموني، فكان يكيل بالقلبه. انسان يكيل بالقلبه ويجيه ام وابوه يقولوا له هات عاوننا شويه، بعد ما يمشوا للمسلمين يقولوا بروا لليهود، يمشي لليهود يقول له عاونونا، يقولوا لا برا لولدك اغنى واحد في الدنيا. فيقولوا لهم تصوروا له ما عنديش، وهو هكا يكيل يدعو عليه بالشر ولو دعاه يهود. الام والبو لطف، الواحد يلزمه ديما هاي. قالوا كل حاجه مره، جماعه الجنوب يقولوا كل حاجه مره، يقولوا ما امر منها كان دعاء لوالدي لطف. هاي اللي يورينا عاد اشي دعوه لي اللطف علينا وعليكم كل اللي هي، يقولوا يميتك محروق ومات محروق معاها هي. مايكي قالت له نحب على الماء من زغوان، جاب البنايه نتاع زغوان وبحذاها الفحص ومجاز الباب وبلاط وتستور والسلوكي اللي بحذانا. اسيدي قديش تعملوا في العام من متر ولا اكل زكوا ديك اكل الحناية جاي يضرب يلقى يلزمه 20 سنة. الفلوس كاينة همش، اما ال 20 سنة مش كاينة، وهو عمره 61 تقريبا.
اي مش ولي 80 سنة مش عارس لحفاده ولا اللي هو مالا يا سيدي قرر حرقها وفعلا مشى يتفرج فيها في مسرحية نهار 22 فيفري 1930، وتفرج فيها ومن بعد هي روحت لكاريلها سويت في اوتيل في شارع باريس، وين الاوتيل هذا من دار ثقافة ابن رشيق مقابلتها اللي تو متاع ملك الدولة. هاي شارع باريس متاع ملك الدولة. هاي ولت بعد خذتها الدولة. المهم كونه سيد مشى لها الغديكة منعته الجوفرنونت اللي تعس عليها وتطيب لها وتلبسها و خلت لها ما تخل دخل عليها حتى حد راني تعبه. هو جاها ومال في بيت عندها مش مشكلة، أما بدات العلاقة تسوء فأهدى لها فردة ذهب، وهي اللي عاودت الجوفرنونت والبقى حتى واحد ما يعلم بهم إلا رب، يعني هو مات وهي ماتت في نفس الليلة أي ما يعلم بهم كرب. ولا هذه الجوفرنونت قالت راهو دخل فنسمع في السياح دخل نلقاه صب عليها الغاز وشعل النار. كي بدات تشعل هي وفقت من النوم سيتيات شي الوي ما شدته فتنقل له النار. هو ما ماتش بالوقت اما هي ماتت نهارتها ليلتها. اما 27 اذا كان ناخذوا 1903 ولا 37 اذا ناخذوا 1893 واحده منهم. الاختلاف الوحيد الموجود في الروايات الكل انه في تاريخ ولادتها. ثاني اختلاف الناس تختلفوا فيه، يقول لك ناس يقولوا تولدت في تستور مشات لتونس، ناس يقولوا لا ما عاشتش في تستور. تمام صحيح راهي ما عاشتش في تستور الا في طفولتها. اللي ناكدوا لكم نحاول باش نعطيكم المكسي اي تولدت في دار لهنا. اما توا هو عمل حاجه برك في الدار هذيا والبنايه شرطت ذوك، هو زاد شرطت لروحه حاجه مش تراوها في الجمهورية إلا اللي يدخل البنك المركزي ولا سفارة قنصلية فرنسا في تونس. هي الكوفر فور اللي كان عنده السيد واللي كان يحط فيها أوراقه، مش خاطر كان يرهن هو الفلوس، كان أوزيريي يستعمل في الربا. ملا كيف مش يرهن الفلوس يحط الوثائق يحطها في كوفر فور خبيها. الفلوس لو تشوفوا موجودة على اليمين وعلى اليسار كما نقولوا نحن في بقعة ماشي يغش بها يغش بالعربي ما يظهرش اللي هي موجوده هذيك. تقول انت هذا مش حط لهنا انا مش ندخلوا لها هاي مش شوفوها على عين المكان. ترى دور اللي هذا زين ثبتوا فيه توك كيفاش ما قصرش هو ساعه يعطي ساعه اخذوا هذيك هي ومازال عاد مازال زيد دور ثبتوا فيه اه انسان الشمه فوقه الشمه فوق ثم رساله كبيره والشمه تحته رساله كبيره والله كوف هو زين مدام بالله زيد تمتعي شويه قدمي قدمي لا لا قدمي انت خليه هو عاد تو نتاع رجال عامل هو تاع نساء تو عاد يدك من اللطف للاخر للاخر قداش من اللسان ها يا زيدي انت اجي من فوق ترى ولا انت اثنين من فوق كيما وثلاثة من هنا واثنين من اللوط وهذا وقت اللي جاو يحلوا فيه ما نجموش حلوه بالسلاح هذاك علاش هو مضروب منه سيستم فيه الليبرال من غير الدور شو يا جماعة السر الكل فين ها كود هاي نتاع الكود هذاك بالبينيونات هذاك السر البينيون هو قبل يموت ويمشي لها باش يحرقها عزم باش يحرقها هو لأن يعني دخلت واحد يهودي آخر وزاد في الثنية ولت هي مطفيته مع الآخر فقرر باش يحرقها وما عارف اللي هو مش يحكم عليه بالأعدام فقرر أن يوزع أملاكه. ومن جملة الدار هذه يا جماعة لو كنت نقول لكم على الأعجوبة الأخرى اللي صارت وعمرها ما صارت في حياة المسلمين واليهود
انه اهدى وحبس الدار هذه الكل على الجامع الكبير. يهودي حبس على المسلمين. وقت اللي بورقيبه استقل تونس نحى الحبس فولت تلك الدوله، دوله عملتها دار ثقافه وتوا هي تابعه لوزاره الثقافه. وهذا جاءوا كثير منهم من باريس من اسرائيل ونعرفوهم عن طريق رومانيا عن طريق المجره، عن طريق يجيك عم روحه صحافي يجيك عم روحه كذا، وفاهمينهم اوروزمون سجلها في دفتر خانه، هو سجلها، هو سجلها حبسها على دفتر خانه تونس. اي دفتر خانه بتاع تونس والبقاء راهي مش خلوها اللي هو خلوها. اي هانو هذيا، ولهذا وهذا دليل اخر انه تونس ما نحن ما نلوجوش على الحل في عقلنا، نزربوا باش نحلوا. هانو مو دوله يتسلف من عنده كما قلت لكم ريكومبونس ليه، عطاوه أوسمة هذا وسام البيت، هذا وسام الدولة الفرنسية، هذا شد بالسيف، أما هذا شد بالقدا، هذا السيني دو نوبليس دو نابليون بونابارت اللي هم تاع الدولة الفرنسية يعطوه وسام، هذا الجيش الفرنسي كالكبار الوحدة الكاسك بعد هو مزينها مش من يبقى يدور راني انا عندي الاوس ماروك كذا وعملها لهنا. عمل كيف هذا؟ هاي ليهو ميموني لقب ميموني عربي فما بارش وهي حبيبه وفما مرت ميموني. عندنا لقب ميموني هذول المسلمين واليهود عندنا الاثنين. مات 22 فيفري 1930. ماتوا زوز هو بقى تقريبا نهارين ملوح في شارل نيكول ديليسي، الناس كل نقمت عليه لانه كانت محبوبه التوانسه سواء يهود ولا مسلمين ولا مسيحيين. كيما عبد الحليم هو عملوا فيه التحديثات كان مرض نفسانيا. بطبيعه هما تعرف اليهود ريتوشي تو نتنياهو كل غزول مهبط، هما كي هبطوا يهبطوا الغزول كامل لطف يلبسهم الشيطان. فما واحد نكتة هذية يهودي عندنا في تستور يبغش الجماعة يبدو شيخين عليه في الثنية ويلي بيك اللي عليك كذا، يروح أول ما يدخل حامل قرعة هالشكل الكبيرة فيها سكينة، يهز السكينة يبدأ يضرب هاو المسلم هاو المسلم يفشوا يغيظوا في القرعة هانو متوا يفشين يغيظهم في غز. وقت اللي هو مش يموت عندهم ديما الحرق، هم يدعوا بالحرق، الحرق يخافوا منه في ان واحد يعملوا فحرقها، حيث هي قصه تكون باهيه لو كانت نوع اخر. اما هذاك اللي وقع بلدي يا بلدي ولا بالدرغ وحب بلدي يا